برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. نبتدي معاكم فقرة مهمة جدا، وهي ان اول ما بنسمع عن ابليكيشن جديد نزل او تشوف على الفيسبوك حد بيتكلم عنه، وبيبقى جايب لك كده كلمة اب من تحت ان انت ممكن تضغط عليها فيحولك على اللي هو التطبيقات اللي انت بتنزل من عليها، تعمل داونلود للتطبيق وتنزله وانت شفت عنه حاجة، انت مش عارف عنه معلومات، ازاي ممكن تستخدمه، مفيد ليك ولا لا، طيب ورا التطبيق ده هو بياخد ايه معلوماتك، ايه الحاجات اللي تقول عليها اوكي. طبعا انت عارفين لما تيجي تنزل حاجه فبيجي لك صفحه ورا الثانيه ورا الثالثه، فانت اوكي 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 لغايه اخر حاجه، وانا مش فاهم انا عملت ايه لمجرد اني سمعت عن التطبيق او حد قال لي عليه. فتعالوا النهارده نتكلم عن بشكل عام في الاول عن فكره التطبيقات، وازاي اختار اللي يناسبني وما يكونش فيها مشكله وانا انزلها واعرف ان انا اتعامل معاه. بيسعدنا وشرفنا جدا مهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الفل. صباح الخير يا فندم. منورنا يا باشمهندس. منورنا جدا يا باشمهندس. من الحاجات اللي احنا بنشوفها باستمرار، حد يفتح الموبايل عايز يتصور مثلا، او يعني عايز يفتح يطلع الكاميرا، مش بيلاقي الكاميرا، مش عارف شكل الكاميرا من كتر ما هو منزل تطبيقات كتيره جدا 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 جدا، ما اعتقدش ان هو بيستخدمها يعني. تمام. فكره ان احنا ننزل تطبيقات عمال على بطال، اللي بستخدمه واللي ما بستخدموش، دي حاجه عاديه ولا حاجه يعني ممكن تضرني في الاخر؟ طيب، هي العاده ديت هي عاده مضره في اتجاهين. في الاتجاه الاول ان معظم التطبيقات اللي هي بتنزل ديت بتبقى اوريدي واخده سماحيه، زي ما هبه قالت كده، اوكي اوكي ونكست نكست نكست. هو في الاخر انا بديله سماحيه على المايك، على الكاميرا، على الداتا، على الكونتاكتس، على الصور، على كل الكلام دوت. فانا في حد قاعد معايا جوه التليفون، فانا كل ما بزود تطبيق بزود عدد اللي قاعدين معايا. بياخد بقى الصور يستخدمها بشكل او باخر، بياخد الكونتاكت، بياخد الاسامي اللي عندي وتليفوناتهم وكده، بياخد كل الكلام ده، وكله حسب بقى هو احتياجه للمعلومات دي يعمل بيها ايه. طيب، ده الضرر اللي الناس ما بتبقاش حاسة قوي. طب تعال نروح لضرر تاني الناس بتحسه وبيوجع جيبها. كل التطبيقات دي وهي موجودة بتاخد المعلومات ديت من على الباقة بتاعت الانترنت بتاعتي. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي هو بياخد المعلومات دي وبيبعتها للسيرفرات عنده. هو بياخدها وبيبعتها ازاي؟ من الانترنت. بالانترنت. يعني انا كمان بدفع له ثمن ان هو ايه؟ هو ده سبب ان الباقه بقت بتخلص ضمن بسرعه الأسباب. يعني ده سبب جدا ان هو التطبيقات دي كلها شغاله في الخلفيه. فهو عمال ياخد من عندي داتا ويبعت ويحط على السيرفرات عنده ويعمل سينكرونايز بالداتا اللي عندي على حسابي. انا جربت مره، قلت انا عايز اعرف ليه الباقه بتخلص بسرعه. تمام. فحد نصحني قال لي طول ما انت ما بتستخدمش الانترنت اقفل الداتا، وقت ما هتيجي تستخدم هتبتدي التطبيقات تشتغل. هو جاهز، هو قاعد مستني. اوبا. ماشي. طيب، فنعمل ايه؟ معلش يا باشمهندس، هو انا لما بعمل لها ديليت وبشيلها على طول خلاص بتتشال؟ اتشالت، ما فيهاش بقى لوج اوت ولا الكلام ده ولا لا؟ لا، اتشالت خلاص، على الاقل اتشالت. ممكن اخش اعمل في بعض التطبيقات بتديني سماحيه ان انا اخش اعمل ديليت ماي اكاونت وبعد كده اشيل الابلكيشن نفسه من عندي، عشان لو هو محتفظ بحاجه ليا عنده تبقى اتمسحت. ايوه. فبديليت الاكونت، الاول بعد كده بمسح التطبيق، مش قضيه برضو ان هو في الاخر هو مش هيمسح الداتا اللي هو مش عايز يمسحها. تمام. يعني هو الداتا اللي هو محتاجها مش هيمسحها طبعا، بس لو انا اوريدي ليا بروفايل او ليا حاجه على الابلكيشن دوت مش عايزه يبقى ظاهر، اخش اديليت الاكونت الاول بتاعي وبعد كده امسح الابلكيشن. هو ده قليل يعني، عاده معظم التطبيقات بنزلها ما بنعملش لنفسنا اكونت عليها غير واحد اتنين حاجات بسيطه، او ما بنعملش بيها حاجه، او ما بنعملش بيها حاجه، نجرب بيها مره بالظبط. تمام، اتبسطنا، خلص الموضوع، منشلهاش. وفضلت سايبه وهو قاعد عمال قاعد معايا سامعني، بيشوفني انا بعمل ايه، بيوجهني، لان في بعض الحاجات بياخد مني الكلام دوت، وهو لما هو موجود هو عارف الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي، اكونت الانستجرام، اكونت اي اكونت، اكونت السوشيال ميديا، ويبتدي يوجهني باعلانات على الحسابات دي.
فهي كل دوت بالنسبه لي هو لازم يفضل قاعد متابع. طب احنا شفنا يعني في ما اعرفش المعلومه دي صح ولا غلط، هو فعلا احيانا بتظهر الموبايل فيه لمبه كده من فوق تنور احيانا اورنج واحيانا اخضر، تمام، فبيقولوا لنا في الوقت ده بيبقى الكاميرا مفتوحه المايك مفتوح، دي معلومه اكيده، وبنقعد نفكر هل ده هاكر للموبايل ولا التطبيقات دي بتستخدم. في بعض التطبيقات هو النهارده الشركات زي اي او اس يعني ابل او اندرويد ابتدوا عشان الحته بتاعت الخصوصيه وعشان المشاكل اللي حصلت ابتدت هي تحط تحذيرات منفصله عن التطبيقات. فالنهارده لو انا اي او اس واللمبه البرتقاني النقطه البرتقاني اللي فوق دي نورت يعني المايك مفتوح. في حد بيستخدمه. لو اللمبه الخضراء نورت يعني الكاميرا في حد بيستخدمها، يبقى انا كده مفتوح، انا كده اونلاين فوق فوق عند بتبقى فوق البطاريه فوق الحته بتاعت البطاريه لو التليفون بتاعك اي او اس يعني اول ما اللمبه تنور هي نقطه صغيره كده اوبا كده انا حالا بتسرق. جرب انت لو انت اي او اس اعمل مكالمه تليفون اول ما هتبتدي تدوس كول هتلاقي اللمبه البرتقال دي نورت كده. مين اللي مستخدم المايك؟ حضرتك بالمكالمه بتاعتك. ايوه طب افتح فيس تايم او افتح مكالمه فيديو هتلاقي اللمبه البرتقالي دي قلبت اخضر. ده معناها ايه؟ ان انت ان الكاميرا مفتوحه. تمام. فانت في اللحظه دي لما انت لو انت لقيت اللمبه الخضراء منوره وانت مش فاتح حاجه فيها كاميرا يبقى مش انت. بس في حد بيستخدم الكاميرا بتاعتي. طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، يعني الابلكيشن سمعه. يعني صدقني انا بشوف مثلا ناس بما ان حضرتك ذكرت الفيس تايم يقول لك بص فيس تايم ده تاكد ان هو حاجه امنه جدا، ازاي يعني ان انا افرق ما بين ابلكيشن امن ولا مش امن؟ ولا دي كده بالصدفه وخلاص؟ لا مش بالصدفه، هي طبعا هو كل ما الابلكيشن بيكون تابع لشركه من الشركات الكبرى بتكون اكثر امانا. طبعا قابل. ماشي؟ فالنهارده احنا معظم التطبيقات اللي بنتكلم عليها ما بنتكلمش على التطبيقات الاكثر شهره او التابعه لشركات معروفه. احنا بنتكلم على اللوكال اللي هي التعبانه اللي هي شوف نفسك بعد 30 سنه وانت كنت شكلك ايه وانت صغير وحظك وكمان كام سنه هتبقى راكب عربيه نوعها ايه؟ كل الكلام دي كلها بتبقى تطبيقات لشركات مجهوله مش معروف هي قصتها ايه؟ هو هدفه حاجتين، انا في الاخر ما فيش حاجه مجانيه، ما فيش حاجه ببلاش. انا تمن الابلكيشن، معلوماتي تمن الابلكيشن. حضرتك شفت الخناقه ما بين ايلون ماسك ومارك شفتها ازاي؟ لا هي خناقه بقى لها فتره وممتده واصلين لمرحله حتى حديث، يعني ايلون ماسك منزل تويتر بيقول مارك هي مراتك راكبه عربيه نوعها ايه؟ لا بيقول له راكبه عربيه تسلا وانت ما تعرفش ولا حاجه كده يعني لا طب يعني فكره ان مارك يعمل ابلكيشن تقريبا هو تويتر يعني ما انا مش حاسس ان هو مختلف، يعني انا دخلت تهت فخرجت تاني. تمام. ده معناها ايه؟ يعني هو بكل واحد فيهم عايز يستحوذ يعني على السوق او على عقليه الناس ولا طيب النهارده تويتر هو اللي ابتدى. طبعا لما ابتدى لا هو اللي ابتدى الخناقه هو اللي ابتدى الخناقه. ليه بقى؟ ان هو دخل خد بعض الفيتشرز اللي موجوده في انستجرام. تويتر طول عمره هو للتغريدات القصيره. صحيح. ابتدى يزود انه يحط صور، ابتدى يزود انه يحط فيديوهات، ابتدى يزود انه فهو النهارده بياخد نفس المميزات، يعني حتى الخناقه اللي هو هنرفع على بعض هيرفع عليك قضايا، طب ما هو اوريدي في قضايا. فالقصه متبادله، هو في الاخر هي النظريه نظريه اقتصاديه بحته وماديه بحته، في الاخر القضايا مؤدها ايه في الاخر؟ غرامات. مش اكتر من كده. يعني مش هيطلع قرار من محكمه بوقف تطبيق ثريدز او بالغاء الخاصيه الفلانيه من تطبيق تويتر، لا بيقوم مغرمه 100 مليون دولار، نص مليون مليار. ده اقصى حكم هيحصل هي الغرامات. لكن 100 مليون دولار دول بلاش يعني. ايه؟ لا 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 مش حاجه هتتلغي، لا اقصد بس الناس تبقى عارفه ان في ابلكيشن اتلغى. ما حصل. مليون دولار دول اللي هو بيجيبهم وهو كده واحنا مليار دولار. هو اوريدي ايلون ماسك دافع في تويتر 44 مليار دولار. فلو بقوا 45 مش قضيه. بيستفيد ايه بقى من لما بيدفع الفلوس دي كلها؟ لا احنا مش عارفين، احنا يا باشمهندس حضرتك تعرف متخصص. طيب احنا بنتكلم يعني كل ما قيل مثلا ان تويتر ساهم في توجيه الناخب في صحيح انتخابات الامريكيه طبعا. هو التوجيه ده ببلاش وقت ترامب؟ لا طبعا التوجيه ده بفلوس. الاعلانات اللي بتتنشر
حجم الداتا اللي بتبقى موجوده اللي ممكن يتم استخدامها باستخدامات وتعمل لها تحليل وديب ليرنينج حتى النهارده احنا لو جينا اتكلمنا على الفيسبوك مثلا لما هتطلع الخاصيه بتاعه الاعجاب اللي هو لاف ولايك واعجبني واغضبني والكلام ده كله الكلام دوت هو معمول عشان يحلل بيه مثلا لو قرر ان هو يحلل الحاله المزاجيه للشعب المصري على موضوع معين هيبقى من خلال الرياكت ده فمن خلال الرياكت دوت فبيعرف الخبر الفلاني او الموضوع الفلاني لا قدر الله مثلا حادثه فهيلاقي يقول لك الحاله المزاجيه للشعب المصري بسبب الحادثه دي ان الشعب الناس متضايقه وهو بيجيب كمان اللي هو في الاخر التوتالي ارقام كام واحد عمل رياكت وعنده الارقام كل بس خلاص هو عنده الارقام لا هو عنده الارقام اللي مجمعه البوستات اللي على الموضوع ده بالظبط انت بتشوفي ارقام على بوست واحد على بوست واحد ايوه لكن احنا بنتكلم النهارده هو بيتكلم بقى بيقول والله البوست ده نزل مثلا عليه 100,000 الخبر ده نزل عليه 100,000 بوست باجمالي مشاركات 200 مليون ال 200 مليون نسبتهم كذا لكذا 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 غضب او عادي او مش طب هو انا ليه وصل له المعلومه دي؟ وانا ليه ك ك ك كشعب او كبلد او كدوله ان انا اوصل المعلومه دي لحد انا ما اعرفش احنا مش بنحلل زي ما حضرتك او زي ما هم بيحللوه لكن انا بعبر عن غضبي او استيائي او حاسس كده بنوع من المشاركه بالزبط. واعتقد بس فكره ان انا الشعوب. ايوه ان أيوة هو يعني مش هو بس مصر يعني انا بتكلمش على طبعا بتكلم على العالم كله انا بتكلم على مصر احنا بتكلم علينا احنا لكن هو فعلا هو عرف يخاطب الحته الانسانيه هي في الاخر هي سوشيال انجينيرنج هو عارف بينزل البوست بشكله ايه وعارف الـ 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 او مش الـ مش البوست سوري الخاصيه هو عارف بينزل الخاصيه وعارف هيتم استخدامها بشكل اكبر في انهي منطقه ما فندم في امريكا ناس كتير عايزه في تشارك الشرق الاوسط مش عارفة. في اوروبا انا عايزه اشارك عايز يبقى لي كيان وجود ما الدنيا ما سمحتش وانا مش في اطار ان انا يبقى لي صوت في حاجه فده صوتي او مشاركتي بالزبط. يعني للاسف الحاجات دي بقى يتم استخدامها استخدامات ممكن ما تبقاش مفيده للشخص نفسه او للمجتمع للشخص او للبلد او للمجتمع بالظبط طب لو عايزين نشوف بقى موضوع ستريتز برضو ايه الاقبال اللي بمجرد ما نزل ساعات كده كم الناس والملايين اللي لا هو مش قصه اقبال هو قصه إيه؟ ان مارك شاطر ما هو شاطر طبعا هو عارف بيعمل ايه والحقيقه هي دي لعبته مش لعبه ايلون ماسك بالظبط بالظبط يعني هو ايلون ماسك اللي دخل ملعب من سنه ونص اقتحم الملعب بالظبط هو مين اللي عمل حاجه اسمها مواقع تواصل اجتماعي هو مارك مارك في 2007 2004 2006 هو ابتدى في ابتدى مع في الجامعه ده 2004 2004 طلعوا للبابليك من 2006 2007 تقريبا حاجه زي كده فبنتكلم النهارده لو هنفترض من 2007 احنا بنتكلم هو بقاله 16 سنه اي منين في الشغلانه اي منين في الشغلانه فهو عارفها وبعدين هو النهارده لو عملتي عملتي اكونت على ستريتز ولا لا؟ لا لسه ما عملتيش انا عملت عملته في قد ايه؟ ده ما خدش ثواني تك تك ان هو ما طلبش مني بيانات هو عمل ايه؟ هو خد اعتمد على قاعده البيانات بتاعت انستجرام اللي كل الناس عليها اللي معظم الشباب يعني النهارده لما بقعد اتكلم مع اولادي ولا بتكلم مع شباب من في سن اولادي فيقول له انت يقول لي لا انا فيسبوك ايه؟ ده بتاع العواجيز ايوه انا انستجرام فهو توجه للفئه الاكثر تفاعلا وعملها له الخليج كله انستجرام يعني ما الفيسبوك مش ملوش شهره في الخليج مثلا ده رقم 3 او رقم 4 الفيسبوك حتى على مستوى العالم بقى متوسط تراجع. السن في الجيل الجديد حابب الانستجرام بالظبط احنا مثلا لو انا اول حاجه استخدمتها في موقع التواصل الاجتماعي هو الفيسبوك فانا هفضل طبعا عشان اتغير منه او ان انا اسيبه او اقفله ده موضوع مش بالنسبه لي مش منطقي انا بدخل الانستجرام مثلا ولا ثريدز ده بحس الناس دي بتعمل ايه هنا واروح ماشي على طول ما بالظبط فهي القصه ان هو اعتمد على النهارده انستجرام عليه 2 مليار اكونت فمنطقي ان انا اول ما انزل حاجه انزل حاجه عليه ان انا هبتدي انا باخد من بول كبيره او صح. من يعني من كم كبير 2 مليار دول 10 بس في المية منهم 200 مليون ال 10% منهم 200 مليون هو عمل 100 مليون في 4 ايام حلو تمام وده منطقي النهارده هو تويتر كل اللي فيه كام مش مكملين 200 وشويه مليون شخص يعني هو يقدر يفوق عدد مستخدمي تويتر
قبل اخر الشهر مثلا. يعني هي دي هدف اللعبه. النقطه الثانيه الشطاره بتاعت مارك، هو قعد ركز، فهو ايلون ماسك عمل ايه؟ عمل ايه ضايق الناس؟ النهارده حضرتك او حضرتك عندك اكونت على انستجرام واكونت موثق، فانت سيليبرتي او شخصيه معروفه، هو مين اللي بيضيف لمين؟ السليبرتي او الشخص المعروف هو اللي بيضيف للموقع مفروض، ولا الموقع هو اللي بيضيف له؟ لا، الشخص يضيف. جميل. فهل منطقي ان انا ازعل الناس دي؟ لا. هل منطقي ان اقول له علشان تفضل موجود على الاكونت بتاعي بعلامه موثقه تدفع لي 12 دولار في ال انا رحت ضربت في الناس المهمه بالظبط. فكان على الوضع الاخر في يعني اشتراك عقابي لكل السليبرتيز اللي كانوا موجودين على تويتر واتسحبت منهم العلامه وقرروا مش عشان خاطر ال 8 دولار ولا ال 12 دولار ان هو يعاقبوه وما يدفعوش الاشتراك دوت، انت بتهني او انت بتقلل مني، انا اللي بضيف لك مش انت، ده الناس اللي معتزه بنفسها اللي عارفه قيمه، اللي عارف قيمه نفسه، اللي عارف ان هو اللي بيضيف للمكان مش المكان عمر يعني في الناس ديت هو مين؟ يعني واحد زي كريستيانو ولا رونالدو ولا روح يدفع 12 دولار عشان ايه ال 12 عشان يسيبه موجود فيه. يا سلام. طب مش دافع لك، مش عايز طبعا. فاللي حصل ان كم كبير من الناس دي انسحبوا في اول يوم نزل التطبيق، نقلوا او عملوا الحسابات بتاعتهم، فبقى حجم الناس المعروفه اللي على مستوى العالم اللي فتحت حسابات على التطبيق الجديد كبير. فاستخدم حتى بقى، ما هو اول ما بتنزل تكريت الاكونت بتاعك بيظهر للفولورز بتوعك ان انت بقى عندك اكونت في فعمل هو ده اللي عمل الزخم. فهو ما حدث في التطبيق بتاع ثريدز منه مثلا مارك قال لك ايه، طيب بدل ما هو البوست عدد الكلمات 500 كلمه، الفيديو بدل ما هو دقايق قليله لا معاك 5 دقايق، ابتدى حط مميزات تخلي الناس تويتر اللي كان مميزه ومخلي فيه العدد فيه قليل، الجزئيه بتاعت ان التويته نفسها كانت صغيره. فكان مطلوب منك ان انت توصل المعلومة اللي انت عاوز تقولها فأقل الكلمات، فأقل الكلمات تبقى محدد ومختصر ورايح للنقطة اللي انت عايزها. ودي كان مش اي حد بيقدر يعملها، فكان مخلي اللي موجودين فعلا على تويتر نخبة متميزين. فانت جد ضربت فيهم، طيب خلاص اتحمل يعني هو عامل النخبه بشكل شعبوي. بالظبط. يعني هو ايلون ماسك شخصيه عنيده جدا، وبيعمل اللي هو عنده. هو ممكن لو استمر في السياسه دي ممكن هيفضل في تويتر لوحده بعد كده، ممكن بجد يخسر، يعني يخسر مبالغ كبيره جدا. من الناس اللي تخلص منهم في تويتر، من ناس منهم كتير انتقلوا لميتا. ان هو يعني هو في الاخر انت زي ما قلنا في البدايه، هي دي مش لعبتك، مش المكان بتاعك. صحيح. بس احنا بنشكر حضرتك جدا باشمهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، نورتنا جدا وافدتنا جدا. بشكرك. شكرا. نورتنا وصباح الفل على حضرتك. شكرا ليك. نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل وبعدها لسه مكملين حلقتنا.